سؤال، ايش بفيدنا هذا في الواقع العملي؟ خلينا نشوف بالواقع العملي. متذكرين اخذنا هاي المساله، وجدت شركه اتصالات تكلفه انتاج اسبوع اجهزتها عددها سين. حكينا احنا هنا عدد الاجهزه لا يمكن ان يكون ايش؟ قيمه سالبه. لا يمكن ان يكون قيمه سالبه. ليش لا يمكن ان يكون قيمه سالبه؟ لانه احنا بنقول يا بيكون باع صفر اجهزه، يا باعت جهاز، جهازين، ثلاث، كيف بدها تبيع سالب ثلاث اجهزه؟ اذا الاجهزه هون عددها راح يكون صفر واطلع، وراح يكون كمان عدد صحيح مش عدد حقيقي. يعني احنا ما بنقول باع جهازين ونص، بنقول باع صفر جهاز، باع جهاز، جهازين. اذا هذا بيسوى معانا الكلام هذا. حكينا التكلفه، قاعده التكلفه، وحكينا الربح هو 400 في سين. فلو جينا دخلنا الاقتران هنا اللي هي 400 سين، ايوه، ناقص اللي هو المبيع الكامل، ناقص اللي هو الاقتران اللي انا بدي اياه اللي هو التكلفه اللي حكينا عنه، بيكون تكعيبي اللي هو سين اس 3، ايوه، ناقص 2 سين اس 2، ناقص 6 سين زائد 500. شوف انا رسمته الان الاقتران، نكبر الصوره بس هيك انا مش شايفه. اذا انا راح اعمل شغله زياده، راح اقول له فانكشن، بدي اعرف دومينه كويس حتى اقدر اشوفه. الفانكشن تاعتي هي لاف، وبدي اياها من عند فاصله سالب 2 لعند مثلا 20، بكفي لعند 20. برضو ما بين الوايات، ما بين الاقتران ككل. حكينا شو بنسوي؟ بنصغر الوايات هون، ها، لانه بجوز هي تطلع بالالاف. نقدر نلعب كمان هون بالسينات اللي هي المجال. طلع اها، بلش تبين الاقتران بشكل اوضح. الان تعال طيب نفهم ايش يعني السالب 500 هاي اللي جاي هون. يعني لو الشركه ما باعت ولا جهاز، شايف، راح يكون ربحها سالب 500. ايش يعني ربحها سالب 500؟ يعني قاعد بتدفع 500 من جيبتها. لما تبيع جهاز، هياتوا شوف، خلينا نوصل هيك، هياتوا بس تبيع جهاز، بتكون هاي النقطه هي نقطه الايش، النقطه اللي بتبيع بتربحه من بيع جهاز واحد. جهازين بتنزل عمود هيك وتشوف شو الصاد هون، ثلاث اجهزه بتنزل عمود هيك وتشوف الصاد هون. لاحظوا ان الاقتران هون متزايد لحد ما يصل لقمه معينه اللي احنا ممكن نعرفها، كم قيمتها هسه كمان شوي راح نعرفها، كم جهاز لازم يبيع حتى يطلع ربحه اعلى ما يمكن. هذا سؤال. الان انا صار عندي نوعين من الاقترانات، اقتران متصل كامل ما ياخذ من سالب ما لا نهايه الى ما لا نهايه، اللي هو سميناه قاف سين الاولاني، اللي هو هنا بالنسبه لي السالب لن تعني شيء، اللي هو لونه اخضر هذا، شايف كيف ممتد، انا ما بدي اياه، هذا ما بيمثل سؤالي، كمان حتى هذا ما بيمثل سؤالي. هذا لو جينا لعبنا فيه شوي، خلينا بدل ما هو من عند سالب 2، لانه سالب ما لها معنى، اذا احنا هون راح نعمل من عند صفر. كويس، هل هذا يمثل الان قاعده الاقتران الذي يمثل هذا السؤال؟ انا بقول لا. ليش؟ لانه انت شو معنى يعني مثلا 2 وربع او 2.5؟ طب ما هي متصل هنا في اتصال، اذا عمليه الاتصال هنا لا تفسر عمليا، مش راح اقدر افسرها. السبب في اني انا ما راح اقدر افسرها لانه انا طبيعه السؤال عندي بتقول انه القيم لازم تكون اعداد صحيحه موجبه، لانه عدد الاجهزه بده يكون عدد صحيح موجب. اذا بهي الحاله راح اقول كمان مش هذا الاقتران اللي انا بسال عنه، بدي اعمل سبريد شيت، اخذ قيم، خلينا نقول نمشي من عند صفر كويس واحد لعند مثلا ايش هيك، نمشي ل 22، وبعدين هنا شو بدنا نقول له؟ بدنا نقول له اعطيني قيم. شوف هنا لو كتبت اف او كتبت جي ما بتفرق. ليش؟ لان هن كل الماشيات على نفس السلوك. شوف اعطاني سالب 500، الان لو جرينا هيك طلع اعطاني قيم. الان خلينا نعمل قائمه من النقاط هاي، قائمه بالنقاط هاي، تعلمنا كيف نسويها، كرييت ليست اوف بوينتس. شوف الان هذه النقاط صراحه هي التي تعبر عن سؤالي، هي اللي تعبر عن سؤالي.
شوف الآن أعلى نقطة عندي لما ببيع 12 جهاز بينت وأنا طلع كيف 12 جهاز تعطيني قمة لنقطة أم هاي اللي بتعطيني ربح 2932 دينار. بعدها بصير إيش؟ تقل. إذن هنا متزايد، بعدين هنا شو بصير فيه؟ متناقص. يعني طلع الصادات تحت النقاط هاي. أو شيء بلش بسبها 500، هنا بلش ب 500 طلع صفر وسالب 500، اللي بعديها هنا إيش؟ سالب 93، بعديها هنا قديش؟ ربح 312، هنا قديش ربح؟ طلع أنا شو بقرأ؟ بقرأ في البوينت وبقرأ الإحداث الصادي للبوينت، نهايتها. بتطلع على هذا الرقم اللي هون. إحداث الصادي. شوف قاعد بزيد الربح. لحد ما يصل لعند وين؟ لعند قيمة معينة اللي هي احنا اتفقنا عليها قبل شوي 12، صار 2932، هذا أعلى قمة أنا بوصلها. بعدها بصير يقل. إذا فهمنا شو يعني تزايد، شو يعني تناقص؟ في هاي الحالة شو مجالك؟ مجالي 0، 1، 2، 3 لعند مثلا 23 أو 22 واتيفر اللي بيسوي. إذا هذا البائع لازم يبيع على 12 جهاز حتى يخلي ربحه أعلى ما يمكن. بالمثل بقدر أعيد نفس القصة مع الاقتران التكعيبي. إذا تعرفنا هنا مجال الاقتران، مدى الاقتران، إيش يعني اللي هو تزايد التناقص. طبعا هذا منفصل لما يكون نقاط هيك مقطعة، لما يكون نقاط متصلة زي هيك نقول متصل وهون متصل لأنه ما في فراغات، فلازم يكون المثال أو السياق اللي بتكلم فيه هو أصلا متغير متصل، زي الزمن، زي الحرارة، زي الطول، هذه بنسميها متغيرات متصلة بطبيعتها، لكن والله عدد القطع التي أبيعها معناته غير متصل. انتهى.